بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نهار الأربعاء، رجعت الكوجينة نتاع نهار الأربعاء. فوضى فوضى، طرفوا عليه، مش فوضى، هي فوضى خلاقة. عفيفة بوكي الجويدة معكم اليوم، معايا الشيف أسماء عاشوري عميري. تعرف الفوضى الخلاقة نتاع الفنانين المبدعين، تبقى خايضة كي يمشي يطلع حاجة مزيانة. أنا زي نحط في كل حاجة واحدة، مرحبا. يلزمك تجاوب السادة المشاهدين اللي يعرضوني واللي بعثولي واللي قداش بعثولي على صفحتي ولا على البروفيل بيرسونيل متاعي ولا يعرضوني في الشارع. ويني ما ويني يا شيف أسماء؟ خدمة شوية، خدمة وامتحاناتك. شوية أنا لهنا بالامتحان، لهنا بالامتحان. فوالا مزالو خدمة وكا، احنا نعديو مش هكا؟ اكزاكتومون، برشا تعب. ان شاء الله ان شاء الله نحاول ان شاء الله نهار الاربعاء ديما عندنا موضوع هكا مزيان. هو نحضروا عندنا موضوع، قالت لي سوسن علاش تحضر فيه؟ عندي برشا نحضر فيه. قالت لي تحضر فيه بقلبك، نحس فيه اللي هو المتاعب اللي تلقاها من المرأة وكيفاش تتفرهدوا. قلت فش قال فش نجيبوا عن هذا لاحقا، معنا صغار عاد ان شاء الله يستنيوا ان شاء الله. زاد في الصيفيه هذه حلقه شيف أسماء ديما مميزة بإذن الله، حتى اللي شيف نتاعنا الكل، شيف نحييهم برشا، شيف مروة سدود، شيف مسيو جاتو حسين، سلام عليكم. ولا عندي كل يلزمني نسلم عليكم الناس الكل، نحييكم برشا. درجات الحرارة في ارتفاع، ونقعدوا في ديارنا مع الموضوع اللي باش نحكيوه في الفقرة الطبية. كوفيد في الموجة، في أوجها برشا حكايات، لكن نمشيو للنص الكاس المليان، نقعدوا في دويلتنا نعملوا حاجة، إما في الديكور مع مدام زين برقبي بعد نشوف برشا أفكار، والا مع الشيف أسماء عميري عاشوري. وخلينا نشوفوا كالعاده في الصيف ديما عندها هي رمضان ما شاء الله عندها ستيل نتاعها. وفي الصيف كيف كنا قبل نحكيو قبل الحلقه، قالت لي الصيف ديما عنده خاصيه اخرى. شايف اللي هو يتعب، تعب فيش كلام. دونك يلزمنا في الماكله، يلزمنا في الكوجينه نخفف. انا مشكله في الماكله بالحق، مع شقه ما طيب عرفت، ما ياكلوا حتى شيء، ما عادش ياكلوا حتى شيء. سي فغي. انت عودتنا توا في لي سيزون القدم، صيف تركز لنا على سلايد، تعمل لنا ديفاريتي تاع سلايد، حاجه خفيفه دير هكا ولا ايه؟ نحاولوا ندخلوا اللحم والدجاج وكل حاجات خفيفه. لي جو بيان سيغ، باش نعملوا موخيتو. باش نبداو بالموخيتو مادام عندنا النعناع والقاص تو والاناناس. شو باش نعمل اليوم؟ صح على الفكره، خاطر ريحته بنينه، يطلب من الجماهير المخيط في الدار. انا من الصغار والله بالحق تنجم تعمل وحده تخليها راه ديستريبيتور وتزيد هذيك الكلاصون. نبداو اعطينا مثلا كيفاش نعملوا. باهي انا تسلمني شوي ما داكم شنو عملت انا هوني. بديت معاها السيده المخرجه وين كوجين، ما راه ماك تعرف شوش عملتوني. هكا ريتو كيفاش قاعد كلاس كلاسون هكا شويه، ما لازموش هكا دي كوب كلاس، ما لازموش الثلج اليابس، لازمو كل هكا كعب كعب، يعني دوبيش اللي يتثلج وتخرج مثلا. اي دوبيش ترى شنو هذاك؟ قارس، هذايا قارس. انا عصرته ما حبيتش عصرته. اصلا كيفاش ريتو كل كعب باش يخرج؟ باش يخرج توا ريتو في ثلج، ما عادش يتابع فيا الكاميرا. ريتو اللي قعدوني، ريتو اللي قعدوني، لازمنا هكاك يبدا باش نرجعوا انا خاطر اخر الحلقه باش ما يسخ الدنيا سخونه. خاطر انت توا ذاك كعيبه قارس ولا قارس؟ انا كيفاش نعملوا في داري؟ معنا باب الزنان تاعنا بيترا ونص ولا ايترتين. بنحط حاول حطها فما حتى بيع فيهم بالنار اضمن خير، يعني اللي ما عندوش يخلي في الدبوسه. باش ناخذ النعناع وناخذ القارس وناخذ كل بلاصه نهرسهم هكا حتى بالمغرفه باش يعملوا كل كولور. اللي يحب يحط كيوي ولا خوخ، ياسر بنين راهو بالخوخ بين برشا قبل ما كيوي. الغله كعبه ولا نص كعبه، انا كعبه جا كيوي. وتحط القارص وزيت دو سيترون وتشربوا به برشا برشا برشا. ديتوكس ومي. سؤالي يعطيك الصحه، اما سؤالي هذيك معناها بوغ افواغ هذيك فهمنا فهمت. قارص كعبتين هاي شطرها. عصرت ولا رحيتها؟ لا عصرتها. ساهل ساهل. واضح. معناها كينا نعملوا في الجو نتاع تعصر كعبه، تعصر كعبتين تحطها باش نزيدوا عليها الماء. اللي يحب او غازيفي، اللي يحب ماء نورمال، مش قوي، قد ما تزيد الماء يخفف بنين. هكا انت ديجا تري في قدك. ماني انا خاطر مازلت جست قاعده نثلج. باهي باش فهمنا به. دونك تزيد الماء وتحط فيه نعناع. لازم النعناع اخضر فرشك، مش هكا برشا راهو، احنا خاطر
على البريزونتاسيون، تاخذ حتى هكا من محبس نتاعك حتى اربع خمسه اوراق، تحاول هرسهم قصهم غفصهم، يسيبوا هذيك الطعم، يسيبوا الكولور والجو نتاعو. مع قارص، تحب كيوي، تحب تحب خوخ، تحب ما تحبش مش لازم، فقوس نورمال نجمو فقوس، انا ما لقيتش خاطري فقوس. فوالا وتحطوا هذاك هو المختصر صحي على الاخر، ديتوكس صحي على الاخر. باهي ملا شيف، في الحارش عندنا في الحار بون توا سيزون تاع كريفيت والكريفيت الكبيره وكل شيء، فوالا هوني خذيتهم قلت انا رخصت اي والله اي وصلت ال 90 اما توا ب 18 و 15 الف و 20 الف موجوده باهي حتى كعبيت هكا يزي هذا سيجار طال باهي خلاص سيجار طال وظهر لي احنا حاجات جديده هوني هاي الكريفيت نتاعي كيفاش عملتها نحيت البارتي الاولانيه وهذه البارتي الثانيه باش نجي ناخذ سكينه هوني سكينتي هاي باش من هوني فوالا انا حاش نعملوها بانيرا باش نحلها شويه هكا سي ديجا باش نحي لها هذا لك حل السلسول هذاك فوالا ريتوها عشان هي كاميرا لا معاك كاميرا نتاعك هكا نحيناها باش نحطو هوني بالعاني خذيت الكسحه الابيض باش يطرى ريتو عفيفه نحينا هذاك السلسول كي نسخ وخليت كان هذايا من اللوطه دي اللي شدوا بيه باه هذه بالنسبه للكروفيت هذه زيد نعاود لكم كعبه اخرى فوالا ناخذها هكا نحي لها القشره والراس نخلي اللوطاني جوست نشدو بيه نجي للسكينه بتاعي نحلها هكا شويه نحي سلسولة هاو جوست نحي هذايا فوالا باهي وبعد ومن بعد بعدكم خليش نعملو بهم بتاعت جوست نمسح يديا شويه باهي شنو باش نعملو هوني؟ هوني باش نعملو الفخس نتاع الباني، الفخس نتاع الباني يعني ال 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 اللي باش تحطها في وسطها ميلونج نتاع باني اسمه باني فوالا شنو باش ناخذو؟ باش ناخذو الطن وناخذو معاها عظم اومليت وباش ناخذو معاها جبن باش ناخذو معاها شويه هريسه تو جابوا لي الاولاد الهريسه وباش يطرحها الكل مع بعضه ومعها معظمه في الاخر باهي انا هوني عندي اللي يلقى شابلور دو مايس ياخذو ريتو شابلور دو مايس عفيفه كي نحاصفر كي نحاصفر كي نقليوها توا توا باش نقليوها تولي لونها دوغي مع شكل مستكحله اوكي باهي باش ناخذو الطن هوني عندي طن الفاخس نتاعي هذه الحشوه نتاعها شنو باش تحط فيها من داخل هذايا عندي باش ناخذ شويه برك جبن مش برشا نتبعوها المراحل الكل خاطر حاجه جديده عندي هذي ساغات باش ناخذ اومليت مع زيدا لازمها تيب اومليت كل شبيك لبيك طن تعيشك هريسه فوالا هوني حطيت معاها الاومليت لازم اومليته اباغ العظمه النايه باش نرحى بها لازمنا الاومليت نعاود شنو قلنا حطينا الطن حطينا اومليت حطينا ميرسي عايشك عفيفه حطينا الطن اومليت شويه جبن باش ناخذ شويه هريسه بون هي بنينه حراره شويه برك واش ناخذ معاها العظمه نتاعنا فوالا هذه هي الفخس نتاعنا اللي باش نعملوا بها فوالا واش ناخذ معاها مغرفه ريت الفخس نجم نعملوه في اي حاجه ريت الفخس هذايا تبدل الطن بالحم مفروم تاع باك الاناناس السالي تاع لي سواري تعمل بها لي بول تو باش يقعد لي من هوش نعملهم دي بول صغار باش نزيدو بهم ديكور باش ناخذ قلنا خلينا مغرفه تاع شابلور فوالا نعاود لكم الفخس اللي حطيناها الطن فوالا وتو كلها مع بعض طن جبن مرحي طن جبن مرحي عظمه اومليت عظمه نورمال شويه هريسه ولا هروس اللي يحب ونحطوا معاها مغرفه شابليور سي بون هكا هاو دونك توا باش نطلعوا في فاصل ومن بعد نعاودوا نرجعوا مع الشيفه تكمل لنا المراحل الكل ونبداو حلقتنا اليوم هي فقره طبيه مهمه برشا باش نحكيو على التلقيح اللي بالنسبه للناس اللي مازالوا ما لقحوش ويتسائلوا كيفاش نمشي شنو نعمل من المراحل الكل من التسجيل حتى لين توصل سلامات لدارك حتى لين تتسائل على الاعراض ربما نتاع نهاير الاول وان شاء الله صحه وعافيه ومن بعد عندنا طبعا مع سيده الديكور والجمال مدام زينب البرقاوي من بعد فقره جمال بيتك باذن الله هذا كله اكثر مع شيف اسماء عميري عاشوري تلقاونا بعد الفاصل ان شاء الله
رجعنا معكم مشاهدينا، نرحبوا باللي التحق بنا اليوم. معنا الشيف أسماء عاشور عميري، وبتعمل لنا فكرة جديدة وحاجة جديدة، وديما نقولوها راهو كل قدير وقدره، وعملت لنا فارس هيلة هيلة على الأخر، ننصحكم بها وتجربوها. أي أسماء شنو عملت؟ هاي الكعبة متاعنا تحصلنا عليها، هذه الكروفيش تخلي شوية مكبرها تبدا كي تبيع تبدا غالية ياسر معناها، ونحن نجم نعملوها في الدار. بون الشابيغو اللي يحب كالعادة، باش نعاودوا ناخذوا الكعبة هذه متاعنا اللي حليناها. هاي فوالا محلولة، نزيدوا شوية. هذه هي الفارس اللي تحصلنا عليها، اللي فيه التون، التون والأومليت والجبن والأومليت وشابلور وعظمة، وعظمة باش تطلع هريسة. اوكي تو سينا أسمع باش نسألك، قلت لك الفارس هذا شنو نجمو نعملوا بها آخر؟ أناناس، كعبة أناناس واغي ديبو هنا تو. أناناس لا مش تو، خليني نبرد، نحطو يبرد شوية ونعمل لك الأناناس. طيب يا بغيت كيفاش لميتها أنا؟ ناخذ كعبة الكروفيت تاعنا وتتلمها نلفها الكفتة. اوكي كفتة كروفيت، افهموا انا باش نشبه فيها الحكاية. فوالا في الفارينة، لازم الفارينة، ومن بعد الشابلوغ اللي قلنا نتاع ال نحطو في العظم. عظم باهي، فارينة عظم، غنحفظو فارينة عظم. بون الشابلوغ اللي عنده، انا عندي نتاع الخبز، اما هذا يعطي كولور دوغي احلى، او هكا يظهر لي حتى تقرمش اكثر هذا. اي 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 والكولور كولور نتاعو ياسر مزيان. داك باش نشوفوها عاد بعد ما تقلي. سخنت ولا ما سخنتش؟ هذه الكعبه اللي تحصلوا عليها محليها. راه البياس توصل حتى 10 11 دينار هكا بانيرا. هاك حداش نعمل 3 بياس تولي في 15 دينار كي تاخذها. عاد نعملوهم في الدار، احنا 15 دينار جيبوا لنا كيلو من البلو. توا نجموا راهو ناخذوا لك هافيت، انا سيجا عملت كونتيتي باهيه، نجموا كل مره تاخذوا باختي شاي تخبي وشاي تحطوا القشور بيان سور من لوكوها مش شوربه. لا أباغ اللي نعملوا به نطيبوا به الشربه، القشور نتاعنا نغسلوهم مليح، القشور مش الراسه. انا تنجيكم على جايه ليزيبيس، تغسلهم مليح، بعد تخليهم يستقطروا، تحطهم في الفور، هما يتبشمتوا، ترحيه يولي لك فاح كيما تابل، يتحط بالفروي سيك والكروستاسي الكل. اوه هاي نذكر حكيت انا عليك. عملنا طيب نبي عملناه. طيب نبي صحيح. هذه الكعبه اللي تحصلنا عليها، نحط الزيت تاعي يسخن. بسم الله شو نحطو التقليه. ايوه هكيكا فوالا، نرجع لك ملا اسماء بعد في ليزيتاب الكل. خليني نمشي بحذا ضيفتنا ونبداو الفقره، فقرتنا الاولى الفقره الطبيه. كما قلنا سعيده جدا باستقبال الدكتوره سهام عيادي. سهام وصلتي عيادي كيفاش؟ اي ما كملناش بقيت المنو نكملوا. على السلامة دكتورة، ساعة نرحبوا بيك. امرأة كيفنا؟ دكتورة فما حتى مشكل. هاي حتى كنجيب والله يجيبنا ما نظلموهمش الحقيقة. فوالا جست حكينا على الموخيت والكريفيت باني، هذوما الكريفيت اللي قاعدوا عندي باش نسوتيهم. عندنا لحبق خفيفة توا وقت وعلى الأخر باش نعملوا صوص بيستو، هي صوص زادة تتباع غالية. أنت والنوع فما بالنوع تحط فيها بندق؟ نجم تحط فيها البندق، تحط فيها بيستاش، تحط فيها زوزة. أي نوع تاع فخوسات نجم تحط فيها حتى شيء. تحط لها برشا حبق ومعها الزيت ومعها الثوم، عفيفة الباز نتاع الصوص بيستو هو الحبق والزيت والثوم. بيان سور بارميزون ولا نوع اخر هذاك اختياري، اللي يحب يحط اي فخوي سيك يجيب البندق نجم يحطوا فيه حتى بزوزه نجحت ياسر بنينه. هذه هي الصوص بعد نوريها لك باش تحطوها فوق الواحد فوق الباز نتاعك. يعطيك الصحة الشيف. يعيش. إذا كما قلنا مشاهدينا فقرتنا الأولى الفقرة الطبية، ومع ضيفتنا الدكتورة سهام مسلاتي عيادي، سعيدة جدا باستقبالها. مرحبا دكتورة. دكتورة سهام مسلاتي عيادي، طب عام، طبيبة رئيسة بالصحة العمومية. اليوم الموضوع نتاعنا التلقيح دكتورة، التلقيح بكل تفاصيله، وقلت هذا ونوهت عليه منذ بداية الحلقة، فما برشا تساؤلات. هات نبداو ساعة قبل، احنا باش نحكيو على المراحل الكل، الناس اللي مازالت ما لقحتش، ما تعرفش كيفاش بتتحول لمركز التلقيح. عندنا صور جميلة إن شاء الله مساحبة، ونحب برشا حاجات الحقيقة من خلال الفقرة هذه. نحب نحيي تحية إكبار وإجلال الجيش الأبيض، للنساء اللي قادت المعركة، اللي معنية تروح خايفة الصغارها، النساء اللي تخدم في الصحة العمومية حتى في القطاع الخاص زادة، وقطاع الصحة الكل عموما، من الطبيبة للسورفيونت للبروفيسور حتى العاملات النظافة نحييهم زادة، الممرضات الناس الكل ورجالنا زادة، وديما تونس برجالها وبنسها. إذا معركة كبيرة دكتورة اليوم قدام التلقيح، اللي تقريبا ما اتفق عليه أنه ما فماش حتى حل كان التلقيح.
الأمل الوحيد للخروج من هذه الوضعية هي التلقيح. دونك في المراكز التلقيح نحاولوا نطبقوا لي بروتوكول نتاع الحمله، حمله التلقيح، فما توت ان بروتوكول ا سويفر و ا ريسبكتي. معناتها ماذا بينا مع فما بروتوكول محدد يلزم يعني. اذا وصلنا طبقنا البروتوكول اللي محطوط معناتها من الحمله الوطنيه نوصلوا النتائج معناتها باهيه ان يتعداو ما غير بوسكولاد وما غير ما غير اقل ما تزاحم، كل واحد يجي ياخذ باي ويروح ويمشي على روحه. هذاك هو المطلوب، هذاك الاوبجيكتيف نتاعك. هو دكتوره صارت حاجات من الاول ربما ما ايجا نقول لك شنو اجابتها انا اجابتها انا المرضى هذه معناتها عباره على حاجه مفاجاه مصيبه انا بري لو ترا ويجري وانت تجري بالضبط. قد ما تكون بيرفكسيونيست وقد ما تحاول باش تنظم ديجا انت سيغتان مومون ندخل للسونتر نتاع التلقيح نحب نوصل ميساج للليكيب نتاعي ما نلقاش الوقت باش نقعد معاهم خاطر تيلمون الحبل على الجره العباد جاو فما حاجات لازمنا نعملوهم ما توصلش باش تقعد معاهم فهمت مش تحكي معاهم ومش تنسق فما بالك معناتها تنظيم في الكوميتي ويبعثوا لنا الاراء نتاعهم معناتها شنو كيف باش تطبقوا ما عادش فما تواصل بيناتنا تلمون الجراء فهمت عاونتونا انتم برشا بالوسائل الاعلام سي نسمعوا في برشا نشرات اللي تخلينا حتى كان تفوتنا حاجه نسمعوها في الاذاعه والتلفزه اون سو راتراب خاطر الاساتذه ديما موجودين ديما قاعدين يعملوا في السنسيبيليزاسيون سواء لينا سواء ليكم انتم ونحن اون بروفيت اون ميم طون. وهذا اليوم ان شاء الله لقائنا معناها هو أي. هذا دكتوره تقعد دكتوره سهام وقت اللي نحضر وتقول تاكد وتعاود وتقول لي رانا الهدف نتاعنا توعوي تثقيفي تحسيسي للمواطنين واخترت انت المنبر الصحيح لهذا دكتور. ايه خاطر كي المواطن توا تتعدى له الميساج ويفهم كيفاه يجي وشنو يلقى وكيفاه تصير الدماغش هو بيمشي يولي يعاوننا، اما كي يبدا ما يفهمش يولي يتشنج ويتغشش ودرا شنو، انا بيدي معناتها من الاول كاني دخلت في فيلم دو سيونس فيكسيون، معناتها كي دخلت في الحمله وحلينا سونتر اكل اللي ما نحن في تونس عندنا الاولويه اللي جاي الاول مرحبا وبدينا هي هك هي لا هي تنظيم لي فاكس هذايا تتعامل مع روبو لا تحكي معاه لا يحكي معاك، اما الروبو هذايا يبعث لك كل نص ساعة 60 شخص معناتها جماعة 8:30 باهية ولا خايبة دكتور؟ أنا توا باش نبداو بالليفاكس باش نبداو بالتسجيل لا باهية على منظومة المنظومة الإعلامية هذه ايفاكس بوان تي ان إذا فهمنا اللي تسجل عندها حل معناها طريقتين دكتورة الاس ام اس والا البوابة والا دبليو دبليو ايفاكس بوان تي ان والا فما زاد اتوال 2021 اتوال 2021 انا هذه اللي سجلت فيها هذيكم الثلاثه آه. طيب ولا سي ام اس بال 95 55 هذاك هو دكتوره باش نبدا ونسجل باش نبدا باش ناخذ تليفوني باش نبدا نسجل سجلت يقول سجلت لي يبعث لي رساله يقول لك مثلا سيبوزون انت وصلنا للترونش داج نتاعك معناتها وصلنا للترونش داج توا نحن توا في ال 65 هكاك 1965 في البيريود في الترونش داج 65 عمر المواليد 1965 هكاك معناتها السبعينات مازال الثمانينات مازال بين 60 وال 50 التسعينات يا اسماء مازلت بين 60 وال 50 أين بعدك؟ جيك المساج أه؟ يقولوا لك يا مدام عفيفة مرحبا بيك غدوة في السنتر بتاع التلقيح بتاع المرسى مع 8:30 تكون بحذان أنا اللي جاوني مع 8:30 الكلهم بوغ موا نيميرو 1 هذه الإشكال معناتها ما يخافش يجي الأول بس تيجيني 8:30 أنا ندخله خاطر عندي سال هم حاطين لي حسابي اللي أنا عندي سال فيها 60 مواطن مش نلقح له فك النص ساعه هذيك. معناها الاشكال ساعات ال 60 اللي نحن وصلنا هذيك يلزمني انا يجوا مع بعضهم هذيك الاشكال. لا يجيو يلزمهم يجيو اما الاشكاليه كي يجيني نتاع العشره مع 8:30 وكي يجيني نتاع التسعه في 8:30 تولي بوسكولا انا هكاك لا يمثلوا لاني شد الترم من الباب خدمت قدام الباب خويا كي تجي البنكه وقت تجي بك تجي 8:30 تحلك 8:30 انا من حل الباب كان 8:30 8:30 نبدا نشوف لي اس ام اس اس ام اس نتاعك 8:30 تفضل خويا اس ام اس مش 8:30 تقعد في البعض
ما نقبلكش راح شوفوا الصور. قول صعيبه قول ماهيش حنينه اما اون دوا ابليكي النظام مش نوصلوا للريزلتات اللي وصلنا لها. دونك عندنا صور احنا معناها مرتبتهم الدكتوره سيام وصلتي عيادي حسب ترتيب العمليه عمليه الذهاب للمركز التلقيح. هذه هي هذه مركز التلقيح. هذه من لونتري من مركز تلقى او كمركز تلقيح خاطر نحن في ميزون جون دونك فما البيسين في دار الشباب دونك فما البيسين فما دوتر اكتيفيتي دوك كي تدخل في الباب فما بانو يقول لك تمشي في الديريكسيون هذه نفس الديريكسيون تلقى بانو في اخرها بالكل باش يقول لك تمشي هكا. هذا مهم جدا هذا سي امبورتون اللي هذا يقول لي ماكش ما عندكمش سينياليزاسيون فوالا لا سينياليزاسيون حتى كي تدخل من البونت نتاع دار الشباب زاد تلقاها مصورة. هذه هنا دخلنا سي وبدينا دكتوره هاي الصوره. لا هذيك عندها في الاخر هذه وصلت لي الاخر واحده. في اخر مرحله هذه. لا بعد هي باش تلقى الباب نتاع عملنا اون شومبر نتاع الاستقبال. شنو معناه؟ مثلا كي يجيني مثلا واحد 8:30 والاخر 9 ما نجمش نرجعه على نص ساعه. اي وخاصه تصور عمر كبير. نقول له اي نقول له تفضل حتى ما لا مش هذه هذيك قلبت خاطر تسلسل اللي نلقاوها تنعلقوا عليها. هذه انا مرحله هذه انا حبيت نظهر ريت الكوان اللي من هنا تاع زعما هذيك لابارتي اذا لا قدر واحد عملنا مال استفجاع ساعات الاغلبيه تلقاها بانيك من اكثر منه من من ايفي انديزيرابل نتاع الدواء. دونك نقعدوه على الطاوله هذيك ويقع الفحص نتاعو ونتلهو به بالبدا وما نخليوه مثلا كلهم يقعدوا ربع ساعه هو نخليوه نص ساعه ما نخرجوه الا ما نتناو عليه الا ما هو يقول سيبوني نروح. طيب هنا دوري هذه مرحله تنظيم كما قلت لا انا هذه معناتها انا جو بريفير فواغ لي تصاور من الاول اللي عطيتها ان شاء الله نوصلوا لهم ان شاء الله قبل هذوما الكل هذوما قبل من الاول المراحل الاولى قلت لك ندخل ريف فيت البانو تلقى بعدك شي الخيمه وندخلوا في الواحد فما ترى لو تراسي دا فلاش احمر يوني ديريكسيونيل دونك هما باش يدخلوا وما يخرج وديجا معناتها عملناه يمشي وما يرجعش والوبجيكتيف نتاعو قد ما يبداو في سونس يوني ديريكسيونيل تقل العدوى المواطنين يحافظوا على ديسونسياسيون يحافظوا على كل شيء وكل واحد يعرف روحه فين ماشي هاكا ماشي هاكا ثنيه حتى ما تسهلش مش توصل واحد اون فوا توصل بحذا البيت الاستقبال نوليو فما كراسي متر كرسي بحذا الكرسي الاولاني يقعد الاول بحذاه الاخر بحذاه الاخر ودرشنا وندخلوهم للساعة ندخلو بالكنزان فما فريق استقبال تاع لونجيسترومون يعمل لاكوي ياخذ يثبت البطاقه التعريف يثبت الرقم والواحد ويسهل المواطن خاطر كل واحد معناتها فما دوسي ميديكال نسهلوا اسهل هل يمكن تلقيحه في ذلك اليوم ام لا؟ فماشي لا سؤال دكتور تفضل برشا ناس تسال فيه بالحق كيفاش ثبت من الحاله المرضيه لتاع نتاع المريء مش اللي تسمى عليهم ما جابش يلقح الدرا عنده اللي هو صارت في الكيستيونير هذاك صار في في على الفاكس على المنظومه تعاودوا تسالوه بالضبط اذا كان يكون متقلق ولا عنده حاله عندوش سخانه خاطر سخانه سي لا عندنا بروتوكول دو كيستيون واترافير سي بروتوكول ومرض كوفيد ولا دكتوره برافو نسهلوا فيه كل شيء نسهلهم هذوما كل موجودين في الكيستيونير نتاعي الكيستيونير نتاعي باش نسهلوا اول حاجه انت مريض اليوم ولا لا هذوما فريق العام باش نرجعوا لها الحكايه هذه الدكتوره مازلنا اذا لهنا في الليتاب نتاع الاسئله تسالوه اللي هو اليوم انت في صحه جيده ولا عندك سخانه ولا ما عندكش عندك شي قلق قال لي قلق نقولوا دو بريفيرونس اون في ان روبو ناجلوا لضمان صحتك انت ما نزرقوش يجي مثلا يقول لي بنتي البارح عملت بي سي ار ومرضت نقول له لا بابا ما نجم ناخذك كان بعد 10 ايام ناكدوا اللي انت خرجت منها لاباس وقتها انا نجم ناخذك فهمت نعملوا روبو ما نثبتوا بالكدا اللي الوضعيه الصحيه نتاعو تسمح لنا باش نعملوا له الانجكسيون ولا ما تسمح لناش. واضح دكتور باهي مشيت توجه معناتها دي دوموند زاد ميديكو الدوسي نتاعو شنو الامراض نتاعو فما امراض معناتها نحن نسهلوهم اي هذاكم معناتها على ذاك في الفريق الاستقبال يكون ديما موجود طبيب تلقى دونتيست تلقى دي ساج فام اما توجور شابوتي باغ ميدسان واذا فما حاجه كبيره
رئيس لو شيف دو سونتر كيما كنت دكتور هذيك ان ابتيتود ولا حاجه جو بريفير ايتودي الدوسي مع مع سيادتك انت خاطر عندنا فريق فيكس وفريق مش فيكس يتغير فهمت خاطر هذا بربي دكتوره البروتوكول هذا موجود قلت لي انا سالتك في الاوف وجاوبتني في المراكز كلها في الولايات كلها في المراكز الكل هذيك هي البروتوكول نتاع الحمله الوطنيه للتلقيح ضد الكوفيد يعطيكم الصحه معناتها الفو بيان لابليكي وكهو واضح طيب اون فوا عملنا له لونجيسترمون دونك سافا يتعدل سال التلقيح غاديك بو الفو فاليدي لاكت علاش كي فالي معناتها نحنا مشكلتنا كان جات زريقه رانا الشعب التونسي كل سرقناه اما زريقه وميم طون لوجيستيك اذا يعني. انا ما حطيتش الفاليداسيون نتاعو كيفاه باش تحافظ له على دوسته الثانيه كيفاه مش تجيهوش هي فيزا الكترونيك نتاعو كيفاه مش يتعامل مع المنظومه معناتها انا بدي ساعات نتعطل مش مني الريزو يهرب معناتها يلزمني نتماشى مع الوسع ساعات تقول لهم يتغشوا معناتها فهمت معناتها فما انا ما عندي الحق نعطيك الدوزه هذيك الا ما يتعدى في المنظومه اللي هو دخل غاديك وهذيك ضمان لمصلحته وإيل ماغيف افيك تو سا تقعد لي ساعات ان كان زين في بالنا تعدى وفاليدي وهو مش فاليدي نشدك التليفون اخر نهار يا مدام جيتني لقحت اي به وصلك لاس ام اس ما وصلكش يلزمني نعاود لها فاليداسيون مش يوصل لها لاس ام اس واضح بربي فما سؤال دكتوره وانا شخصيا تلقيته من مواطنه عايشه لبرا عندها امها معناها ثلاثه مرات يتم التاجيل وقالت لك توا هي لاباس نحبوا توا اليوم النهارين هذوما نحبوها تتلقح وسالت قالت لي فماش امكانيه معناها كيفاش نقولها فماش امكانيه محاباه ولا يمشي حد لا ولا فما حتى محاباه وهذا هو الجواب اللي تكلمت هو دكتور ثلاثة روبور ثلاثة روبور ايفاكسي عيط لك ثلاثة مرات ابسون يخرجك من المنظومة يعاود تسجيل من الاول يلزمك تعاود تسجيل من الاول واضح إذا أنت عملت فاكسان وما جيتو باش نعمل لك الرابي يقعد ديما يطلب فيك مسكين يقول لك يا ولدي يجي يرحم بوك يجي عمل واحد يجي عمل اثنين معناتها يقعد هذاك لا أنا نجم نحكم فيه الرابي لا المواطن هو يقعد يعيط لك يا ولدي دوستك محطوطة إيجي لقح هذاك اش فهم طيب مادام قلت لنا عدوزه دكتوره باش نسالك على الانواع اللي نحن ماخذين منهم ماناش باش نحكي انا الحقيقه الانواع اللي هي بها ان كوميتي سيانتيفيك بارك الله عليها لجنه علميه من قاعده يعطيك الصحه اي هما اللي قرعونا الدكتور هشمي الوزير طبعا نحيوه وسيد دخفوز زاد معاه كل شيء وقاعدين هما يعملوا ليتيود دو مارشي اش يقبلوا ولا ما يقبلوش والوضعيه خاطر راهي فيها زاده ماركتينغ فما حاجات نحن ما نعرفوهمش اللي مش ينجم يلقى خاطر العالم كله طالب لي فاكسان دونك فيها ان اوتر واحد ما نجمش ندخل فيه وما نجمش نوضحه لك برشا خاطر انا مانيش في اللجنه العلميه فهمت لا اما ايش نقول لك ما يختاروا لنا كاين الحاجات اللي في تونا اللي باهينه يعطيك صح اللي هي اللي تمشي مع وضعيتنا في تونس اللي خاطر انت وسلسله التبريد هما يختاروا راه انت اي مثلا تو كان فايزير يدخل معناتها يلزم يتحط في فريجيدير موا 60 موا 80 دوغري هذيك 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 ينجم يقعد فيهم 6 اشهر بعدك شي هو كي باش يخرج لي باش يخرج التزويد في لي سونتر معناتها تقولوا تزويد ريجيونال ماكس اي الجهوي اي خاطر نحن الجهوي في تونس هي في القبه هي لا ديكونجيلاسيون شنو معناه يولي من 80 مش يرجع في درجه 82 في فريجيدير عادي هذيك ما ينجم يقعد كان خمسة ايام والحمد لله تو وصلنا باش نوليو النجم نخليوها شهر فهمت قبل كنا خمسة ايام نبداو نجرى خمسة ايام على ذاك يلزمك تجبد بالشويه وتحط بالشويه وتحسب على المومبر النومبر نتاعك مش ما تزيد حتى دوزه فهمت كيف توا هاو بقدرة ربي ما نعرفش اللي جبناه جديد ولا شنو هبطت نوت اللي النجم نخليوها 31 جو و سي امبورطون يعني للديمارش نتاعنا يبقى 30 3 31 ان شاء الله اليوم ما شاء الله هكا هي الخمسه كانت معذبتنا راهي خمسه ايام تعبتكم برشا برشا يلزم فيسا فيسا نو سيلمون معناتها انت كي يدخل لي دواء يلزمني نشوف اللون نتاعو يلزمني نشوف الدات دو بريزومبسيون نتاعو هو وبعدك نشوف وقتاش خرجوه ديكونجيلاسيون والخمسه ايام اللي مش يموت فيهم هذاك الكل لازم كل المعلومات تكون عندي ماشي انا نتصرف خاطر يخرج هذاك قبل الاخر به سؤال على الاسترازينيكا المشهوره معناها
بالله دكتوره اجابتك في الموضوع هذا. والله انا كان نحكي معك سيانتيفيكمون. اي طبعا علميا. سيانتيفيكمون قريت البروتوكول نتاع استرازينيكا لقيته يفيد اكثر من يفيد اكثر. فايزير إل بروتيج قلنا كونتر لي مالادي غراف، معناتها وقت الواحد لا يقدر يمرض بالكوفيد هو اكستاد الاخراني نتاع لوسبيتاليزاسيون وكل شيء ينحيه له يولي تجي مرضى خفيفه. الاخر إل بروتيج بور سا، معناتها بروميييرمون كيما هكاك، دوزيامون إل بروتيج كونتر العدوى. هي باهية معناتها استرازينيكا؟ هي استرازينيكا إل بروتيج كونتر لي دو، معناتها إل بروتيج كونتر لا مالادي وكونتر لا ترانسميسيون نتاع للعدوى زاد. للعدوى زاد، هو زاد أكثر من الآخر. آه زاد. أما الببليسيتي ما فهمتهاش. ما فهمناهاش. هذا إجابة الدكتورة وسلاتي عيادي طبعًا، يعطيك الصحة والبقية الكل اللي الناس اللي بالنسبة اللي تلقحت بالأنواع الأخرى، الأنواع اللي عندنا توا شنو ما هما؟ توا الحق الأيامات قاعد يدور فايزر. فايزر. أي. والمدة الجاية. حتى الأسترازينيكا راهم يتعطى في تونس، لا إمام نتاعو كان فوق 60. فوق 60 معناتها هما خايفين ديجا نحن الترونش نتاع 60 ما فماش فهمت معناتها فوق 60 نعطيو اقل من 60 ما نعطيوهوش واضح اه يعني حتى من عندكم لا ما هبطت من اللجنه العلميه من اللجنه العلميه ما عندوش اقل من 60 هذا كان بحثنا الدكتور رفيق بوجداد واكد لنا على الحكايه هذيا اقل من 60 لا فوق 60 وزيد مش بالسيف معناتها عنده الحق في الديزيستمون قال سي هاشم الوزير اللي ما يحبش اون لو ريسبكت معناتها نحترموه نحترموه طيب احنا بالوقت قاعد يجري ويا ريت تبعد لنا دكتوره شركتك على الميكرو من هنا فوالا مكان المخرجه ايوه هكاك خلينا نكمل نحكيو مع دكتوره حاول ما تحركش لا رجعت على الميكرو طيب دكتوره اذا الختام شنو نقولوا للتوانسه الامور منظمه ما يخافوش ويلزمنا نقبلوا على التلقيح. جاو في وقتها معناتها يقول لك يجيني 8:30 تجي 8:30 على خاطر نحن بالطريقه هذيك نجموا معناتها نكملوا جماعه 8:30 ندخلوا جماعه 9 نكملوا معناتها هكاك تصير يقعد ديما التسلسل نتاع الباساج فيد ومعناتها مش نقصوا العدوى ما تنساش داخلين على كاتريام فاك زاده قد ما نقصوا التباعد بين العباد اون بو فانكر العدوى هذيك باحترام الاوقات. بالله دكتوره مدى صحه الموجه الرابعه يلي نحن فيها في البوانت خرجنا منها ما زلت شويه قالوا ديماراج قالوا ديماراج معناها ما زلت كي بديت شوف الابيديميو ما نجمش نجاوبك بالكدا هذوك هي حسب طبعا حسب التسجيل الحالات يوميا مادام نسفبن عليه عدد الوفيات لا لا دكتوره هو جست مش نحكيو على ارقام او حاجات اي اما مادام ايش نقول لك لازمنا نعملوا علميا قد اللي قالوه لنا كل ساعه صح دونك اون دوا ريسبكتي مادام فما التكهنات اللي جايه موجه رابعه لازمنا من توا نحضروا لها والسونسيبيليزاسيون اللي قاعده نعمل فيها انا مهمه برشا مش التلقيح يمشي في نفس الوقت احترام زاده مش انا نلقح لك كل مرضك احترام العدوى زاده وبالله دكتوره ختاما لقحت نجم نخرج نعيش حياتي عادي كيفاش نتصرف تخرج لقحت انا نحب نوصي كي ندخلهم ونقعدهم لازمهم يعرفوا في السالة نقعدهم راهم بدي نظام الاول باللول معناتها كل فيل عندي اربعه من الناس ونتعدى للفيل اللي بعده علاش؟ انا حطيت هذاك ان دو ترو بعدك شي هي الفيل معناتها في الفاليداسيون تعمل نفس الشيء نفس الشيء دونك اللي ربع ساعه نتاعو نعرفوه وقت اللي بدينا التلقيح الاربعه ذاكم باش نخرجهم قبل الاربعه اللي بعدهم باش نخرجهم مهم برشا دونك الفو ريسبكتي كي يدخل مش يقعد في النيجي المواطنين تو يجيو يلقى الصاله فارغه خايلينها معناتها في فرح يمشي يحب يقعد لا يلزمك فما حد وساعات تلقى عندنا موك نتاع عوائل معناتها يلزمنا نعرفوا اللي الاول باللول الثاني بالثاني هكا كانوا بداوا بربي دكتوره قبل ما نختموا انت حبيت تحيي المجتمع المدني واكدت على هذا وعلى اهميه الحق دور المجتمع المدني لا الحق نحن لقينا يناد بوكو معناتها من البلديه على راسهم سي معز في المرسى وقف معنا الايامات الاولى هاك ترى فيه كان ينظم معايا عندي معايا لي ويكاند سامدي ديمونش وهو ينظم معايا قلت لك مش يقعد العباد وكل شيء عندي الكرواسون روش يبعثوا لي اولادهم زاد ما قصروش ما فما صوره اي اولادي ولا اولادي اي والهلال الاحمر طبعا دور كبير على راسهم سي قبيل الصايم عاونا في برشا حاجات معناتها مش في حاجه ولا في وبل اقل حاجه نواقص نقولوا هذيك الليكيب فيكس نتاعي هذوما الاولاد اللي قلت لك عليهم هذه التصويره تلخص كل شيء وهذوما الضيافه وسيكوكا بالزهر تحط معانا وفما
هذه ليكيب نتاعك دكتور، هذه ليكيب نتاعك. ربي يفضلكم دكتورة وإن شاء الله ربي يحفظكم لينا أنتم السمام الأمان الجدار المنيع لهذا الكل. هذا ما يمنعش لقحوا ونقبلوا على تلقيح ونستحفظوا زي دكتورة. نتعاونوا نتعاونوا خاطر العظمة كان زيها زوز وذنين يشيلوها اثنين. بالضبط. معناتها ما ينجح التلقيح كان بأتانت ملتي ديسيبليني. محلاهم هذوما اللي نخدموا ايكيب دو شوك اونتي كوفيد. ثم هذه عندي اجون تاع ادمينستراسيون تخدم معايا. عملت لي تصور كادو يا اخي استغليت الفرصه يعطيها الصحه والله عجبتني يعطيها الصحه هدات حميدي نشكرها على ايوه محليهم على فيهم برشا عبره عملت لي برشا انه هالفريق هذايا اللي يعطيها هنا الصحة. شرف طبعا الفريق الطبي اللي اشرف على اللي يشرف على في كل الجهات نحييكم الناس الكل. شكرا لك دكتوره يعطيك الصحه ويزمنا نسمعوا كلامك كي نمشيو لمركز التلقيح نعرفوا كيفاش نحتفظوا بالوقت ايوا خاصه الوقت خاصه الوقت ربي كل شيء يتعدى ثم سؤال بالله وحتى ختاما دكتوره كما قلت لك مثلا انا بعيده خرجت وما نجمش نمشي للمركز شنو نعمل فما غطوغ راهو خاطر ساعات راجل كبير ولا واحد يبدا يرقد عليه ما يسمع الا ما يزور ولده مش يفطن اللي فما اس ام اس راهو ما يعاودوا لهم بعد ثلاث ايام يعاودوا لهم يقول لك ينجم يكون ما سمعوش ما راهوش اللي فاكس تعاود هاي ليس يعني ديما فما تعاود لهم ثلاثه مرات اذا انت ما فماش ريبونس وقتها يخرج اما سينو هم يعاودوا يعاودوا انت قلت لنا ديجا على طول على طول ما عادش نجموا يعاود ما نقولولوش لا يعطيك الصحة دكتورة. شكرا لك دكتورة سهام وسلاتي عيادي طب عام طبيبة رئيسة بالصحة العمومية وتتسمى رئيسة وحدة للتلقيح هكا نحن ما كثر علينا العمل في قسمنا دوزيكيب قسمت دكتور نفيسة صغير هي كورديناتريس نتاع الحملة في الجوفيرنوغا نتاع تونس دونك رات لمصلحة البيرسونيل وكل شيء قسمتنا دوزيكيب انا ريسبونسابل ان جور وحنان رزقي ريسبونسابل ان جور هاي اللي يعطيك الصحه شكرا لك دكتوره شكرا لك نمشيو للشيف ونطلعوا فاصل بعد هي ابراهيم ويا مصحيتو هاي شيف عفيفه ساي كملت كروفيت باني نتاعنا هذوما عفيفه على عملناهم بالشابليور شوفوا الكولور نتاعهم والله نقول لك مبطن على كفته ليه باني عندك خبز لا لو انت في اللونتين مدام برقاوي تو تجيك انت في اللونتين ايوه اسمع دونك هذوكم الريزولتا ايوه هاي عادي احنا لهنا بون هذه الكريفيت باني اللي عملناها بالشابلور دو مايس هذه الكريفيت اللي عملتهم انا جست بالفارينه اللي ما عندوش معايا عملت لي اش قلت لي الاناناس ما خلطتش خاطر قعدت لي كعبه صغيره ما جبتش نخدمها باش نفورمها هذوما يتحطوا باش نعملهم صوص وتتحط لك عفيفه هكا في لي فيغين نتاع لي ريسبسيون وكل شيء شنو عملت اخر حاجه قاعده نسوتي توا باش نعمل البات نتاعنا اللي قلنا عليها بالكروفيت خذيت ثلاثه جست تاخو ثلاثه كعبات قليهم على البصل والثوم فيها برشا بصل وبرشا ثوم باش نعملوها بصوص بيستو جست ثلاثه باش تاخذ لودور وتاخذ الجو نتاع نتاع كي تشوف هوني كيفاش نسوتي في البصل اوكي انا حطيت فيه ثلاثه كعبات جست باش نبدل بها من الجو تو باش نحط الطماط تاعنا ومن بعد باش نكمل الصوص بيستو ولا ونعملوا البات نتاعنا العاديه نزيدوها الجبن والزيتون ونزيدوها الكروفيت سوتي باش عملنا الباني بعد شوريك الكروفيت سوتي او ميم طون تحطوها فوق الباتا سي بون اوكي باهي اسمع راجعين لك كامله فاصل ومواصلين وفقرة جمال بيتك مع مدام زينب البرقاوي بعد الفاصل بإذن الله فقرة جمال بيتك برعاية برقاوي ريدو ذو أوريجينال نحيي تحية كبيرة للأصدقاء فالإخوان في الحافلة نحييهم ياسر ياسر إذا فقرة الديكور مع سيدة الجمال والأناقة والديكور ملكة الإحساس والرقم مرحبا مدام زين عسلامة محليهم الفلور والأجواء هذي احنا نستوحاو منك بالضبط ونستوحاو منك الطاقة الإيجابية اللي أنت ديما تحكي هنا روحي يلزمنا نعطي طبع الصيف وشرك الصيف وأجواء الصيف صح
يعني مرحبا بك مدام زينب. إذن الفقرة كما قلنا برعاية برقاوي لدودو أوريجينال. اليوم موضوعنا زينوبة، اليوم باش نكملوا غرف الأطفال. مانا حطينا لي بروميير اللي بعثتهم لي ذوكم، تشوفوا الحاجات الجميلة جميلة جد تاع العزاب والصبايا توا عاد اللي عدي في الباب باك. هيا نحييهم بالمناسبه، يعطيك الصحه مدام زينب. ربي نشحهم اليوم ان شاء الله يا ربي. ربي باك اللي عنده باك معهم. ان شاء الله عنده تزغريت في الدار والافراح، وربي ان شاء الله ينولهم. تخافوش ما تخافوش، هو اللي كاتب لك باش تنالوا. الفو با كو هاد نو زونفون اي لو سكون ابل لو تراك، بعد ساعات يقضي على الصغير. هو يفو افوار كونفيونس اون سوا. انت قريت كذا، اي فوا افوار كونفيونس، تقدم وسمي بسم الله ومعك ربي والنبي، ما تخافش وراك ان شاء الله. وبالعكس الثقه في النفس واحد يستمدها من الايمان بالله، ويقول انا ناجح باذن الله وانا بقدره ربي باش ننجح. كان اللي ما ينالو كان اللي كاتبه لنا ربي، راه زايد حكايه فارغه. ونعم بالله. باهي اذا باش نكملوا، باش نبداو مع الصور. واولى الصور مدام زينب، كملوا الامتحانات وادخلوا الغرف نتاعكم، غيروا منهم، اعملوا اشياء جميله، غيروا المفروش اللي مفروش على الفرش، غيروا الستاير. اذا حتى عندكم لديكم ستاير قديمه، اذا نعملوا لهم روتوش، نعمل لهم لوغو لوكينغ، جيب كريسي وغلف وحطوا، اعمل الالوان الزاهيه. وفما نصايح نعطيها، فما اشياء ما يلزمهاش تكون في غرف النوم. هاي اللي هو فما الالوان الفاقعه كيما مثل الاحمر، البرتقالي والاصفر، هذوما الثلاثه ماذا بيكم ما تحطهمش في غرف النوم، راهم يقلقوا برشا. اذا مش نحب نحط الاصفر، نحط في كميه صغيره، نحطها في مخده، نحطه في بلاد، ما نحطوش في ستاره وفي كواد. شنو اللي يعملنا الراحه ويجيب لنا سكون ابل الطاقه الايجابيه؟ هما الالوان الترابيه، هو اللي اعطاهم لنا ربي، هو الالوان السماويه البلو، هما الالوان النبات الاخضر. هذو الثلاثه الالوان هما اللي يجيب لي الطاقه الايجابيه ويعطيني الراحه، ونجم نرقد ليله مرتاحه. لاني اكثر غرف اللي فيهم نركزوا عليهم هما غرف النوم. راهو احنا اغلبيه نركزوا على الكوجينه ونركزوا على بيت الصاله. ايوه انا ما قلتلكش لا، اما اون بروميي ليو، اول المركز الاول هي غرفه النوم، لاني غرفه النوم نرتاح فيها، غرفه النوم بعد ساعات نقرا كتاب فيها، غرفه النوم للبعض مساكنات يبدا مريض فيها. تنجمش مريضك تحطه في كوجينه وبيت صال؟ من المستحيل. مستحيل تحطه في يلزم هالغرفه النوم نكيفوها ونعملوا فيها الحاجه الطيبه الباهيه اللي هي ما نساهاش، الالوان الزاهيه الهادئه، مش الفليو. الفليو لا، الفليو لا، ما يلزمش يكونوا في غرف النوم. عندنا الروز يا حلايلته نحطوه لبناتنا، نجموا نحطوه حتى لينا احنا نساء، ناخذ سيتارا روز والا بلاد روز ومعها مخيده بالفورير روز في غرفتي، وهي تبدا بيش ولا تبدا قريش ولا تبدا قري. عندك في غرفه ولدي نجم جو ماغي لو نواغي لو بلون، تو نوريهم لكم. Je marie le bleu foncé, le bleu clair. Je marie l'alouane l'akhdar. Ou معاه le pistache. نحط له مخيده ظريفه صفراء او باقه من الزهور فيها الاصفر. با بلوس، ما اكثرش. توا مرنا الصور، خلينا على عين المكان نشوفوا اللي نحكي عليهم انا توا. مدام زينب باش نبداو بالصور، وعندنا مكالمه ان شاء الله يقولوا لي قاعدين يجهزوا فيها الاخوه. سوسن حاضره المكالمه. الو السلام عليكم، مرحبا. الو السلام عليكم. الو كي تحضر المكالمه سوسن تو ناخذوها. واللي يحب يتصل بينا نذكر انه برشا بالحق منكم فعلا يقولوا لي نحبوا نكلموا مدام زينب، حتى نسلموا عليكم مرحبا بكم. فما رقم خاص تنجموا تكلمونا على 56 386 321، 56 386 321. باش نبداو بالصور، الصور اللي جميله جدا تشرح القلب بالحق. وديما نقولها مدام زينب تقول لي ما كل قدر وقدر، وقل اعطينا خلينا نحلموا نحن حيت نشوفوا ناخذوا فكره. ببسطها ببسطها. شوف هذه انا عندي زوز وليدي، والغرفه شو ظاهره صغيره،
حتى فرش يمنى وفرش يسرى. جيت هنا في عود الكوميدين ونحط أنا ليمو، شفت ثلاثة تيقات، مش بشرطي لازم فرش معاه كوميدينو، لا نجم فرش معاه طاولة ونعملها جيبوني، نجم فرش معاه أن بوتي تيليمون كاني بيبليوتيك. مدام زينب هذاك شباك وإلا هي حبت تعمل شباك فوالا فوالا بلان جور أبيض نوتر، جبت زوز ستاير كحل وبيض، ريبون منا وريبون منا، ومن الستاير عملت مخيدات، وبعدك شخذيت مخيدات بالزيكزاك. هذه ما تكلفش ياسر كغرفة نوم، والله ما تكلف ياسر، وجمالها أكثر منها. البلانجور رخيص والأخرين راهو ما مش غالين، وفين أنت تتحكم في البيجي. ديما نقول لهم أنا نعطيك الذوق، أنا علي الذوق، أنت كامرأة عليك البيجي بتاعك تتحكم فيه. أعطينا صورة أخرى إن شاء الله. شو صورة أخرى؟ هذه اللي ريناها قبيلة، ناخذ من الريدو نعمل أكل بلات عند الساقين، ونعمل لك زويز مخيدات. ضفت إضافة، ما أنا نحب الأحمر، وإحنا قلنا الأحمر والبرتقالي، قلنا والأصفر ما يكونش في الغرف النوم لأنهم أوفر ويتعبوا. ناخذهم في حاجات صغيرة فيك أنت تحبهم، يبدلوا محليهم فيك أنت تحبهم. نعمل أنت تابلو أورانجي، نعمل لك مخيدة حمراء وفيت هكا عندك اللون اللي أنت تحبه، من غير ما نكثر فيه، من غير ما نعطيك ما يشنج الأعصاب، لأن هذه بيت النوم تحب هدوء. بنية ولا وليد؟ بنية ولا وليد؟ كيف زوزة؟ كيف كيف؟ ولو أنه الصفاء فيها روز اللون يمشي يتمشى لتا والوليد محليه الأزرق، ستين كولور يونيسكس تمشي مع الزوز. هذا يرتح الأعصاب على الأخر، يرتح يرتح لون البحر والسماء. كيف نقلقوا؟ نقعدوا قدام البحر، كيف نتعب نهز عينيا للسماء، نحس راحة، نحس راحة في الألوان هذوما، راحة بصفة كبيرة. يعيشكم تبعوهم عملوهم في غرف النوم، وخاصة خاصة في غرف النوم. ترى عطينا شنو نشوفوا الصورة الموالية. هذا شنو عملنا؟ الحيط الكل بلو هنا. تعمل بانتور ولا تعمل بابي با؟ هنا باش ندخلوا في البابي با. يظهر لي فما مكالمة مدام زين. ترى فما المكالمة حاضرة. ألو ألو، إذا المكالمة حاضرة ناخذوها. إذا كان فما تليفون حاضر احنا نسمعوا، خاطر في بي كيف يحضر المكالمة عاديو، خاطر نسمع في اللي يكون تاع أصواتنا في استوديو. بي نواصلوا مدام زينب مع الأزرق والأسود. فما إشكال تقني يقولوا لي الأولاد يرجلوا فيه. رجعوا الصورة، رجعوا لنا الصورة. وإيه هذه؟ قلت لك توا نرجعوا هنا نوليو نخمو بابي بان، واللي عندها دهنه ما يسالش مدام، راه مش مشكله. هنا شفت عملنا بيبليوتيك انكاستري، بعد ساعات نتسائلوا ونقولوا شنو نجي وقت اللي نبني انا نعمل اكل المضوى هذيك، ونعملها الرفوف تولي بيبليوتيك للوليد، تولي للطفله فيها المكياج وفيها المانيكور وفيها ليزاكسسوار نتاع التجميل. اذا نحبوا اكتبه زاده تنجم، اكتبه تنجم ديزوبجي ديكوراتيف، ونعمل اكل بلاد في الابيض والكحل والمخيدات كحل فيهم الكت بيض، والاخرى مسند في الزابر، واعطانا المنظر هذا. ما نساوش اكلي تابلو اللي نحطوهم، اما نحطوا ان كرون تابلو والا دي بتي تابلو نحطوهم مش فرد محليها. مش نفس ونجم نحطوا سته راو ثلاثه وثلاثه فرد صف، زايدة حلوين ويطلعوا جميلين برشا برشا. أعطينا شنو هذايا؟ فرفورجي الفرش، هذه اللون الأصفر. توا احنا ما قلنا ما نعملوش بالأصفر. هنا ايش عملنا؟ خذيت الأبيض فيه الورد. باهي. ما أنت تحب الأصفر، أنا ما نجمش نمنعك على حبك لك اللون، ولكن نعطيه لك بصفة. قالت لك وإيه ماذا بيت النوم تفيقك الصباح تخليك ترقد. تخليك. وأنت قلت لنا أنه الأصفر يعطي برشا طاقة. في الصالونات تعطي طاقة كيما البرتقالي. أما فما برشا نساء يحبوه. أنا تحبه على راسي. أما نعطيك تدريجي، أنا نعطيك أكو عطيت لكم خيدات، ما عطيتكش الأصفر فاقع. ولا بجوز خيدات. عطيتك زوز مخيدات بيض فيهم الوردة، وبعد من البابي بان وإلا من القماش نعمل لك أكلا باجور، وبعد الستارة تمشي في الأبيض كما تمشي في الأخضر. وتخرج أحلوة مزيانة. بعد إذنك مدام برقيو، مش مستنسين
ونقاطعك هكا خاطر انا بدي نبدا نحلم معاك واجواء جميله. نمشيو بنزرت اش قاولك؟ عندنا مكالمه هاتفيه من بنزرت، اختنا نجوى من بنزرت. السلام عليكم نجوى. الو مرحبا. الو الو باهي ابراهيم، هاي نستنى في التليفون نرجعوا منها مع صور حتى لين يحضر لنا التليفون ان شاء الله. باهي يا سيدي وقت اللي تحضر قولوا لي مش مشكل، فما هكا حاجات تقنيه مش مشكله. نرجعوا لك يا نجوى كنت شاهد فينا وفما مكالمه اخرى قبلها زاده ما نجمناش ناخذوها. باهي نرجعوا للصوره، احنا وصلنا للاسفر تعدينا توا الابيض والاكحل كما قالت لك ايه مدام برقان. غرفه الطفل هنا عوايز ب 17 سنه 18 سنه نعمل له اكل حائط بابي بان ابتي بوان اكل كله كونتكس في الجري الهادي الهادي، نعمل اكل صوفا اللي هي النجم يهزها يحط فيها بيجاما تتحل او يحط فيها الكتبه نتاعو تتحل او يحط فيها حاجات اللي هو خاصه سباتو حكيتو سبابت سبدريات لا سبدريات غرف النوم لا سبدريات لا اكل مخيدات. هنا شنو زدنا الاضافه اللي هي زادت اللي مش متعودين بها اكل مخيده الحمراء والروز اللي هذه يقول قايل مع الاكحل هذايا باش عملت محليها دو بيبس بيبس باش نقول لك احييتها وذاك هاو بكر المخيده هذه حتى بنات تنجم تكون مدام برقاوي كنت تزيد اكسسوارات اخرى نزيدوا باش البنايه ديما ورد نسائيه باش نرجعها شويه نسائيه فيها أيه تعطي اكثر اكل ما تعرف كل مره زم. اي زعما اكثر اي جلامور زعما جلامور جلامور وين وقتي نعملها المرآت مرآت عند الراس تولي جلامور ونعملها لاباجور الساق نتاعها سبحان الله زيد الساق نتاعها كريستال بلوس لو شابو في الغوز فورور من الفوق من اللوطة ولات لي تام جلامور واضح ونحط الفورور في البلاد ولات لي تام جلامور وقتها تمشي اكثر برنسيس تولي فتيات فتيات نجم جو غارد لو ميم ديكور اون اجوتون نزيد الاضافات النسائيه اللمسه الحساسه نتاع المراه اي تلقاها في لوحه في حكايه صوره اخرى هذا نتاع اولاد زاده كيف كيف هنا اذا هنا وقتي نحكي انا غولو كينغ الريدو كان في غرفه سمحني اخرى سامحني مدام برقيب مكالمه برادة مش بنزرت اختي من لبنان خلينا نشوف يقولنا معنا سي الاستاذ جوزيف من لبنان الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بيك هلا بيك والله يعيشك بالتونسي من علاش تفهمني كنت نتكلم تونسي استاذ جوزيف يعني شوي شوي ما كنت نحاول ان نكون لهجه بيضه ان شاء الله سعيده جدا بانك بمداخلتك معنا وفي فقرتنا جمال بيتك مع مدام زينب برقاوي باش نفسح لك المجال تفضل وسعيده جدا نحيي كل من يتابع فينا في لبنان الحبيب تعرف لبنان وتونس علاقه كبيره برشا اي انا الحقيقه جيت من لبنان واخذت بيتهم بجامعة وتعرفنا على ست زينب وكانت سعيدة وعملوا لنا ديكور البيت وكنت كثير مبسوط من الحياة ما شاء الله ما شاء الله ونوعية القماش ما شاء الله كل شيء كثير كان كثير منيح عنا ما شاء الله وان شاء الله نحن وياها على طول الشغل دائما سوا سوا ما شاء الله محليها المكالمة تحية ليك استاذ جوزيف تحية لي كل الشعب اللبناني يخليك يا الله يخليك تسلم سعيدة كانت نتعرف عليك هون في تريلر لشخص مثل أفضالك وعنده هيك نوعية شغل ومصداقية مع العالم وما في يقول الله يخليك إذا هالهمة أنت وأولادك يعيشك يعطيك الصحة محليها المكالمة محليها الروح الجميل اللي بثيت هنا في استوديو محبة كبيرة أستاذ جوزيف شكرا الله يخليك يا الله يخليك يعني تحية للعائلة الكل إن شاء الله ديما تتابعونا وتتابعوا عمل مدام زينب إن شاء الله شكرا ليك شكرا يعطيك الصحة الله يفضلك شكرا ليك تحية ليك يعطيك الصحة محليها أنت خدمت في 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 لبنان قال لك معناتها خدمتنا خدمة وحب يشكرك بطريقته محليها الحكاية يجينا الحريف من باريس من ألمانيا من لبنان من الكل يعطينا فترة
محددة، يحدد لنا الفترة ويقول لي أنا إقامتي في بلدكم لمدة كذا، أنا نحب كذا من كذا من كذا ستاير. سمعناكم قلتوا خذوا صور. غادي في لبنان مين يخضرنا اللي مزور، احنا نقول القياسات محلين. احنا نسمي بسم الله على حسب الصور اللي يعطينا، نختار الموديل ونحضروه ونبعثوه لبنان. ما شاء الله محليها المفاجاه والله. زاد في فرنسا عملنا دي ريستورون بلوتو دي ريستورون في باريس، معناها يجيك يلزم يهزهم من تونس، يجي يهزهم حاضرين تونس. هو هو جاي لتونس لمدة فترة معينة، متاع أسبوع، متاع خمسة أيام، متاع عشرة أيام، يعرف يهز ستيره معاه، يهز ستيره معاه. ما محليها والله محليها، ويعطيه الصحة هو على ال... تحسه صادق برشا وفرحان بالمكالمة. محليها إن شاء الله ديما فرحانة مدام زينب تستاهل كل خير. يخليك الانتشار خارج تونس، احنا على روسنا التوانسة، عرفتونا وعرفناكم توا مدة تبارك الله مدة 25 سنة. قال كلام كبير الاثنين. معناها ما شاء الله عليه. كيف انا نخدم وتمشي خدمتي في البلدان، انا كل فرحانة. اكيد برشا اكيد برشا ان شاء الله بالتوفيق والاشعاع مدام زينب البرقاوي. نرجع مفاجأة لحديثنا في انتظار بالك مفاجآت اخرى ان شاء الله. ها سوسن ووئام يلا نكملوا مع الصور. هذه قلنا في حالة أني عندي قماش قديم، أما نحبش نضيعوا عمره ما يتلوحوا القماشات، باش نعملوا شكون أبيلو غولوكينغ، باش نطولوا. باش نعملوا هكا ضفت له أكل إضافة، ما هو أون بلو، أنا نعطيه ألوان والبيت كلها أنا لحقت موف. شوف الألوان يعطيناه موف بلو فاتح بلو غامق. شوف الألوان يعطيناه موف بلو فاتح بلو غامق. عملناش البابي با في الظهر، عملنا كالستارة هذيك اللي كانت قديمة كالكو بار في غرفة من الغرف، عملنا لها لوغو لوكينغ، عملنا لها يتماشى مع البابي با. وبعده جينا عملنا انقوس في اللون نتاع اللفقة اللي عملناها من فوق، وعملنا مخيدات باش نظهر أنا ماهوش قديم وأنا جددته، راهو عبارة على جديد. توا قديمة بيني وبينك حريفة، اما ماذا بيا الناس ما يسمعوش اللي هو هذاك قديم وحنا جددناه. وبعده هذاك جوتي، هذيك سيت اون بتيت كوات، ثنيناها على اثنين. وقت نحب نغطي بها الفرش نغطي بها الفرش، نجم نثنيها نعملها كيف اكثر من البلاد، كيفيه هكا جماليه زاده حلوه. وهذه هي الغرفه باللوكينغ، هذيك مشات بقماش قديم محليها. هذه وقت لي دون لي كولور نوتر، هذه لا فلويديتي، الأرض التراب النباتات. عندي الأبيض اللي يتمثل في اللام، يتمثل في المالتي، يتمثل في التوال، يتمثل في التوال بيكي ولا التوال أغا، يتعمل به كل ما هو غلاف الفرش، كل ما هو أكل شوتي اللي لوحها. بعدها المخيدات، ناخذ مخيدة القدامية، عندنا في الارتيزانال برشا حاجات جميلة ارتيزانال هذيك. وبعده أكل البلاد، البلاد راهي تنجم تكون شخب، راهي البلاد مش بشرط يلزمني نخدمها ونصمرها ونعملها الوات، الشخب تلوحها تعطيك طبع البلاد هيك. ولكن يلزم التناسق في الألوان، وما تنساش ديما اللي نقول أنا لي بوكي، ديما لي بلون، ديما لا فيردور، لا فيردور دخلها. تحب تسقي اسقي، ما تحبش خوذة ارتيفيسيال، اما عبي لا فيردور. يلزمك تدخل الغرفة عندك ما تخزر، عندك ما تخزر، اكل كآبة نحيوها في غرف النوم، اكل الحوايج الملوحة دو بارتو نحيوها. يا ليلة ما عنديش كلاص، ما يسالش ما يسالش ما يسالش. ناخذ ان بتي كوان تو نوريكم لي دريسين كيفاش نعملوهم دوغينافون من غير ما نجيب بني. تو عندنا حديث فيما يخص لي دريسين، كيفاش نعمل دريسين، كيفاش نرصف الصبابط، نرصف على فرجنا بستوشات، نرصف المعلق، وهي راهي حش شيء ما فما، راهي اللوحه الفوق اللوحه اللوطة خزانه منا ومنا. منا وتليفون عندي ونرجع لك. ملا بنزرت تليفون بنزرت حاضر. يعطيك الصحه يا ابراهيم وسوسن وانصاف ويقام كلهم. مرحبا مدام نجوى، الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا يا اختي حبيبه. يعيشك لله، مرحبا باختي. تسمعني من التليفون وتنقص التلفزه على الاخر، خلي كان التصوير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايشك، مرحبا بك لاله مدام. عايشك، مرحبا يا لاله.
تسمع فينا من التلفزيون. أنا حاول نسمع فيك من التليفون. هاني قاعدة نسمع فيك من التليفون. مرحبا بيك، مرحبا بيك، زارتنا بيك البركة. أهلا وسهلا. يخليك يا روحي. بارك الله. بسم الله. ما شاء الله على يقلنا ولا يبقى. بسم الله. بسم الله عليك. قاعدة بنحبني بحبيبك. مرحبا. أهلا وسهلا. هاي بنزرت مش. ربك يعجبني إن شاء الله. بسم الله عليك. تحب الالوان الهادئه وتحب الحاجات الهادئه وتحب اللون، وقاعده نتبع فيكم. مرحبا. اي قاعده نتبع فيكم، وانا بدل الريكورد تاع الساعه تاعها بالحفاظ نغير وبدل. بسم الله عليك يا روحي. بسم الله عليك. هذيك هي المراه الباهيه، هذيك هي المراه اللي رزينه، اللي تحب سعادتها وسعاده عائلتها. مدام يعطيك الصحه، نشكرك برشا على مداخلتك، سمعتك مدام زينب، باش تزيد تجاوبك بعد التليفون ان شاء الله. شكرا لك لا نجوى، يعطيك الصحه، قاعده تسمع فينا من التلفزه هي. شكرا. يعطيها الصحه وباش نخليو التليفون يحب يتكلم. مرحبا. يعطيك الف صحه. وانا فرحانه ان الناس تبعنا، وان الناس تمشي بالنصيحه مش كفرجه فقط، خاطر احنا هنا ما عندنا شيء قاعدين نقدموا فيه الا نصائح، ما عندناش حاجة أخرى نقدموا فيها. إن شاء الله تكون نصايحنا تعجب وتتبعوها، ويا ربي ونستمروا مع بعضنا هكا إن شاء الله. أعطينا ترى الصور. نرجعوا للصور أخت وئام. تفضل. أيوا. بنزرت حق قبيلة بلاد أختي أسماء. أيوا نرجع بلاد. أخذينا لو بلو فونسي، هذه لو تيم مارين اللي أغلبية الأولاد كيف يكبروا واللي يحبوها. كسوا يسكنوا في بلدان على الشط، والا حتى يسكنوا في العاصمه، يحب يقول لك انا نحب التيم مارين. نمثلوا له، شوف هنا ثبتوا مليح، عملنا الحيوط الكل دون ان تون دو بلو فونسي، شفت، وقفنا حد البلو فونسي، جينا للشباك شعملنا له، عملنا له السيستيم باتو، ولكن عملنا له لي فورم جيومتريك، ابيض فوق منه البلو، ما عادش نزيد في البلو. لي فورم جيومتريك والتابلو اللي مثل لونكر. وبعده جيتك النجم نقول الكويت، والا النجم نقول الشتي، لان الكويت 350 غرام والشتي 200 غرام او حتى 150 غرام، نجم نفرشها صيف ونفرشها في الربيع. والكويت هي عباره على بطانيه مش فراشيه، 350 هذيك اللوحة من غير حتى زعما العازب ما يقعدش يفرشوا هكاك، ما يسالش يلوح ويحط لك المخيدات. ولكن خويا ماركي كيسكو جو فيان دو فيغ، حطيت مخيده بيضة وحمراء، يقول القايل دخل الاحمر هنا، الاحمر باش تعطيني كتوش نتاع الحيويه، فيي كومون لو روج بور كو سا مدون اكل. احنا لو روج سي اون كولور دو فو، دو فو فيها النشاط والحيوي. فوالا باش ما تقوليش انت الفرش ابيض ابيض ابيض. ومع اللي هو 16 سنه تبارك الله، ماهوش زعما بدا يكبر 16 17 ما شاء الله. محليها الركن هذاك مدام زينب في الولايد اللي قاعد فيه هذوك، محليها وقت اللي تبدا هذيك فيه نعمل برشا حاجات. انا مثلا عندي شباك، عندي مثلا غادياتور، نجي نغطي الغادياتور بلوحات متينه، نعمل جرايه 8 سنتي، نعمل مخيدات ولات لي مقعد محليها على فوق الغادياتور لوي ميم. هذيك نجم نستغلوها، كما نجم نستغلها ما نعملهاش مقعد، نعملها بيبليوتيك، كما نحط فيها التحايف اللي جبتهم انا من الشط، حجايره ببوشه، خرجت بلاد من البلدان جبت، زعما اكلي فوق الرادياتور ينجم للاستغلال ويكون حلو حلو. والبنت تنجم هذيك بقعه تحط فيها حاجه، ما تحطش المكياج فما سمش تزرق راهو يمشي ويولي يضر، اما تحط تحفات تحيفات حلوين مزيانين، باقه زور ارتيفيسيال، تنجم تحط لك الصباط اللي فيه الخواتم والشرك نتاعها، تنجم تعمل برشا حاجات. هاي مادام حكينا على البنات نمشيو للبنات تو. الصوره اللي بعدها ها هي روحي هنا. لا 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 الاخرى الاخرى اللي قبلها هذه يونيسكس. ان بلو فاتح
تنجم تكون غرفة بنت كما تكون غرفة الطفل. أنا ظهرت لي بنوتة. إي حتى الطفل ينجم ينجم. لو موف زعما مش مختص للفتيات كيما الغوز. الموف ينجم يستعملوا الرجل ساعة على ساعة تلقى صورية راجل في الموف. بمعنى استعمال الموف يونيسكس. سيت اون اوس سامبل كوم بونجور اون موف مخيدات بيض. هذيك جوتي اثنيناه على اثنين ميم با اون بليت لي ريدو اون لاميل اون لاميل باش تسهل المشي والجاي دو بابي با من تالي اعطتني النظاره هذيا وراهي ما فيهاش كلفه كبيره ما فيهاش والله بعد ساعات الناس تخاف اما النجم النجم وراه الفايده في الفكر ديما نقول الفايده في النصيحه الفايده في الفكر ترى اعطينا شنو اللي بعدها اللي بعدها هذه وقت اللي انا نحب نعمل سيباراسيون عندي غرفتي بتاع النوم عندي بيرويا باش انا نقص ما بين البيرو والغرفه عندك توا اللوح اللي نعملوه باللازير توا موضه كبيره نعملوها اللبناك نعملوها الطويو ونعملوها لي سيباراسيون هذه السيباراسيون عملناها سسبوندو مشكله في السقف فما اللي يحب يطلعها للسقف اهلا وسهلا لا كولور دون ان موف فاتح عاطي للغوز هذوما الاربعه الكواتروات اللي حكيت لك عليهم قلت لك نجموا نعملوهم هذا الفرش دون ان تون دو موف مول قلت لك الموف فيه كم لون الستاير تابع الفرش نتاعنا البيرو ابار غرفه النوم كاين حصرتها بك الحيط وعطات جماليه الحيط هذا نقترحه حتى اللي عندهم لي لوفت بعد ساعات تلقاهم غرفة النوم غرفة الصالة والكوجينة تقول لك أنا تقلقني الكوجينة يجيني زوار نولي نقترح الباب هذاك الحيط هذاك سيباراسيون لا سيباراسيون ونعمل فيها لي بلونت ارتيفيسيال تفهمني عاد اي قال لك فما مكالمة النابل نمشي للنابل مشينا للنابل شنو رايك شنو رايك السلام عليكم اختنا عبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يا اختي وعليكم السلام يعيشك يا عبي تسلم عليك مدام برقاوي يعيشك شيف أسمع يعيشك كنت الصوت مش واضح بالقداء ما فهمنا قعدتنا يعيشك يعيشك يا عزيزتي بارك الله فيك نشكرك برشا على هالمداخله هذيا ومدام زينب معناها الصادق يوصل احنا قعدتنا ظاهره نسائيه ديما نقولوا فيها عائله قاعدين في دارنا بالضبط ديما نقولوها كنا قاعدين في دارنا زعما يوصل هنالك صدق ما عندناش تمثيل ما عندناش علاش فما كلام نقولوه فما كلام ما زعما ما فماش كل واضح واضح الحمد لله الحمد لله يعطيها الصحة عبير نشكرك برشا عزيزتي وربي يبارك لك انا ما كنتش نسمع في المكالمة مليح في استوديو لكن فهمنا هالصدق وهالمحبة الكبيرة تسلم علينا الكل انا قديش نفرح ساعات يعرضوني يقولوا لي نحسوكم عائلتنا تعطيونا الفرحة والله تفرحني برشا كيف نجيو لهنا ما عندناش تكيف احنا جايين كيما في عائلتنا كيما قبيلة تسلم على بعضكم في اللونتين انت واسمة يلا نرجعوا ايه هذاك اكبر دليل ايه دونك اللي بعدها او محليها هذه غرفة عادة هنا بدينا نكبروا هنا تبارك الله صبيبية وان شاء الله تعمل فيونساي وتجيني هي وراجلها للغرفة هذه الفرش اللي كولور نحكيو احنا قلنا لي كولور دو تيغ الأرضية الألوان الأرضية والسماوية والألوان اللي قلنا نباتية هذه لي كولور دو تيغ وضفنا عليها نوع من الفير على البلو وعملنا ريدو دو بانو المسلين من الطرف الحرف باش نخلي جمال الشباك وخذينا لي بانو واحد لاشي اون بيج لاخر مشكل على فرج جناب دون اون كولور دو بلو فيرداتر نعمل المخيدات والجوتي نتاعي من الستارتين شفتك الالوان نتاع الستارات هذوكم نعمل بها الجوتي نتاعي ونعمل مخيدات والبابي با ما ننساوش هذوما هذايا رخام بابي با مرخم
وتخرج غرفة حلوة مزيانة. وكما ننساوش السوفا، واللي ما عندهاش سوفا عندها فوتي قديم ما يسالش، اللي ما عندهاش فوتي قديم عندها ديفان ما يسالش، اللي ما عندهاش نعملوا دو تابوري، اللي ما عندهمش توا تخيز على مود لي فاليز نتاع مماتك لي زونسيان نحطوهم، اللي ما عندهمش هذوكم الكل فما لي كوربي اللي اونات اللي هما كيف الحصيرة ولا مودرنيزي، هذوم الكل توا نحطوهم قدام الفرش. أما أنا جو بريفير الأكثر أن ديفون وإلا صوفا باش تقعد البنت أو الرجل أو العازل أو المرأة حاجة تقعد عليها تلبس حوايجها بالضبط حلوة البيجاما كيف تحب تحطو، غدوة ما تمشيش للكلاس ولا الدريسينغ تهزو تحط فيه البيجاما والروب دو شامبر وترد. انا نحبهم نحبهم. يلا نشوفوا الصور المواليه مع سوسن. هذه لي طون دو بلو هنا نسخلتها الاولى. ما عنديش كوميدين وما عنديش بيبليوتيك، ناخذ ان ليمون سهل سهل من لوطه قجرات نحط فيه الادوات المدرسيه من الفوق لي زوبجي ديكوراتيف. شفت كيف زعبه هي هكا كبرها نتاع 40 سنتي على طول 2 متر و80 نعمل بها القهر. زعما ما تقعدش تخمم كان نمشي نجيب كلاص كان نمشي لي مويان دو بور لي بتيت شوز تخلق من الحاجه جماليه كبيره. وهذيك اللي انتر لو بلو لو تركواز لو بلون اي لو بلو فونسي وتخرج الفاروزي يقولوا لها. هذه غرفه بنوته. هذه القصتين زوز قصات، قصه فلور على السوا وقصه الاخرى دو لان متين افلور مشكلين منا ومنا بدو بابيون محطوطه الستاره مسيبه وبعش مشكل منا ومنا اكروز باش يعطي اكل جماليه. وقت اللي تحب نهبطو منهبطوهم ولا طادي غوز فيه الشعره، هنا القماش فيه الشعره والحيط بابي بانرا حيت بابي بان افلور. هذه وقت اللي نحب الاخضر عامله البلان جور شوش عامله ساعه عامله من لوطه عندكم الستاره هذيك اغولمون اغولمون هذيك تطلع وتهبط طف ما تهبطش تموج فيها تهبطش فيها طاق اثنين ثلاثه تهبط ديريكت تخدم لي بلاك اوت هكا فيها التشريف اللوطه فيها لاباغيت باش تهبطها وكا دو بانو زوز زعما زوز رولوات بعدها المسلين مقصوص في الوسط سواء اون سواء ولا اون بلان جور ولا اون لان بونسمون. وقت تحب تسيب وما تظهرش البلاك اوت ما تظهرش ما يسيش، وقت تحب تظهر البلاك اوت تحب السمج تدخل طلع البلاك اوت الفوق اجبد يطلع 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 يقعد في غلو الفوق. وبعده لي دو بانو نتاعك الربطه هيك هابطه شويه على 80 سنتي على الارض مش متر و20 ومتر و30 اعطات النضاره هذه والجماليه هذه مع اللي عملناه بويوني في الارض تخرج حلوه ومزيان. هذه بيت غرفه بنيه تعمل لو فولاج بلانجور سامبل كوم بونجور من لوطه وباش تاخذ لا دونتيل الارض اللي في الارض تهبطوا على فرد جنب دو سورت ادوني لو ماري انتوانيت ما هو الدونتيل مشرف في عظم اللوطة نهبط تشريف على فرد جنب وكلي زومبراس ورد وجبتهم عدة مرات أنا وريتهم عاملين لها احنا أكل كوفغولي وإلا كجوتي في الروز تخرج الغرفة حلوة ومزيانة نتاع بنت. هذه طفل هنا التشكيلات هذه غفلات جبتها لهنا وريتها عبناون غفلات تمشي كورني ونحشيها احنا بالوات هذيك غفلات محشيه بالوات الكل كاين كورنو اسمها غفله كورني موسلين من تحت والا دولا دونتيل من تحت بشكل بكليبس الاخرى على فرد جنب فيها برا اكل مشموم هذيك برا والاخرى مشموم معلق من الفوق هكا كبروا الكل وفيها كل كبيته طويله يخرج زاده مزيان وحلو. راك وعدتنا من المواسم الاخرى باش نرجعوا للاكسسوار نرجع ونجيبهم هوني نشوفوا برشا حاجات ان شاء الله نرجع. طيب الارقام الهاتف العناوين باللي شرو عندكم في العوينه حدا قدام تعاونيه الحرس الوطني تبدا هابط من القنطر تلقاها على يدك اليمنى بحذاها بيتك اللي فيها لي زاكسسوار والمخدد والزرابي وحتى لي بو اون فلور
عندك في حدائق المنزه ثالث محل بحذا المعرض، عندك في الحمامات ثنية المرازقة، ولكن جاية من تونس مش جاية من نابل. راو يا جماعة نابل بعد ساعات تغلطوا، راو المرازقة جايين من تونس نابل يلقاو في الاخر قبل بعد البرومي فو 500 متر أغوش قدام لانترمب. وعندك في الصفاقس غود دولافخان كيلومتر 7، ونقول لكم وسعوا بالكم شوية معانا، كنا راو مسكرين كيما الناس الكل، والكوفيد قلقت الناس الكل، يعيشكم نترجاكم وسعوا بالكم شوية، وراو اللي ما علقنا ليش اليوم نعلقوا له غدوة، راو ما شاء الله أمني ساتوري ساتوري. الهواتف 98 53 13 83، عندكم 20 53 13 83، ومرحبا بكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم. تلقاو مدام برقاوي ترحب بكم. مدام تحضر الشيفة تحضر لنا باش نمشيو بحذيها مدام زينب. قبل الفاصلة خليني معناها نقرا شوية من لي كومونتير اللي وصلوا. هدى خرات نحيوها برشا صديقتنا واختنا، تقول لي قل للشيف اسمع على الجلاس البارد بالشوكولا. حاضر وصل يسمى نراو وتسال فينا، تشكر الدكتوره عبير عقربي يعطيكم الصحه الناس الكل. فما سؤال ورد جينا، قالت مدام فاتن برباتا قالت انا بعثت لامي ما خرفقت بيه، اسفه ما نحاول نجاوبك قدر الامكان. نبعثوا لامي وما مشيتش خاطر مرضت بالكوفيد دوبي جانفي، نعاود نسجل. اي نعم تعاود تسجل، وهما تدخل في المنظومه اليا تعطيهم الدات نتاع الاصابه بالكوفيد، هما يعرفوا وقتاش، واللي تحدد 6 شهور بعد الاصابه، معناها 6 شهور هكاك وقتها تنجم تلقح لانها اكتسبت مناعه. من ما شاء الله من الميدسان اللي يجيو وليت نعرف تقريبا حاجه حاجه نجم نجاوب نجاوب سي موا هكا مدام زينب. فوالا سي عباس، عباس خليفه نحيوه زاده، قلنا بالتوفيق. سولا وصال يعطيك الصحه يا سولا وصال. عباس خليفه من الجزائر، هذا من الجزائر. اهلا وسهلا به. نحب نحييكم الناس الكل تتفاعلتوا معنا ما شاء الله برشا كومنتارات. فاصل صغير ونرجع وتلقاونا باش نختموا بحذا الشيف أسماء ان شاء الله. اي نعم رجعنا يا ويام، والشيف عملت كيف ما نحكيكمش على الروايح على البنه على الحكايات الموجوده، وننصحكم جربوها. هاي باش تقول لكم كيفاش تعطينا الطرق والطريقه الكل، خاطرها حاجات سهله مدام برقاوي والله. معناها كي تاخذ كيلو هكا نتصور كما قالت اسماء رطل، هذه اكثر رطل، هذه كله رطل. هاي ما شاء الله معناها تبارك الله، عملت طاوله وسفره و... هاي ذكرنا اش عملت لنا. اول حاجه عملناها هي نبداو بالكروفيت باني، قلنا خذينا الفاخس نتاعها اللي هي خذينا تون، ناخذوا 250 غرام تون باغ اكزومبل، 250 غرام تون نحاول بالزيت بالكدا بالجزيل، ناخذ عليه 100 غرام اومليت يعني تجي عظمتين، قلت لها شويه ملح في الحكعل، مغرفه شابلور وعظمه نيه، وحطينا معاكها فوالا ورحيناها الكل مع بعضها، وتحصلنا على البات. البات هذيك نجم نخبيوها في الفريجيديرا، تبدا تحب تعمل اي حاجه باني. اوكي سينو نجم نبدلوا التون باللحم مفروم وتولي كبتاع سواغي، تسكيك اللي بول سواغي اناناس تفاحه. محليها الفكره والله. فوالا هذه بالنسبه للكروفيت باني نتاعنا، اونتخ تون زاد نجمو نعملوها من غير ما نقليها ونحطوها دون دي باركي، نحطوها في الكونجيلاتور بوندون 6 موا تقعد. ما شاء الله باهي برشا. اي تقعد. ملي تقعد. كيما بريك الدنوني من غير ما تقليها يعني تحطها دون دي باركي. حاجتك جاك ضيف. تمدها تسخنها. هاي البرش. فوالا. هوني خذينا كيف كيف ثلاثه كعبات كروفيت. سوتينيهم برشا بصل وثوم، برشا برشا بصل وثوم، قصيت وحده كامله طومات فيها حد شيء، طومات وحطيت بعد ما قليتهم بالكدا بالكدا، خذيت الكروفيت نحيتهم
خليت فوالا هذوكم اون ديغي مشويين راه ماهمش طايبين. بعد خديت الماء نتاعها وقت فوالا طيب فيها شميتها مدام برقي وقت احنا نحكي والريحه ما شاء الله فوالا وحطيت عليها شويه بازيليك وحبق اللي هو البازيليك حطيت ورقه رند وهذيك الطماط اسمها البات الخيش نتاعنا نجم نحطوها هكذا عندنا ريسيبسيون ولا حاجه نجم نحطوها بالنسبه لصوص بيستو بس صوص بيستو نجم ناكلوا بها كي نحطوها في البات نجم ناكلوا بها ضقتوها بالكريفيت فوالا نجم ناكلوا بها الكريفيت اللي هي حاره راهي دابا قالت لي حاره خاطر ثوم خاطر ثوم فخيف هي برشا برشا ثوم البز نتاعها هي حبق زيت زيتونه وثوم البارميزان والفيكيا اللي يحب وتتحط في بواط وتقعد راه باه الموخيتو برافو الموخيتو باهي هذه بالاوغازي فيه باهي ماء غازي 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 فوالا خذيت النعناع جزوز في الدار هذا جزوز في الدار تاخذ النعناع روع بالمهريس فما مهريس كلوح ولا بيديك انا عملته بالسكينه خاطر ما عنديش هنا مهريس على حسنا احنا ناخذ نعناع كيوي ولا خوخ اللي يحب الباز نتاع الموخيتو هو النعناع والقارص وكل جلاسون اللي يحطوه مش جلاسون كل فترش فما سيجا دي روبو سبيسيال يعملوا به فتر يكسروا به الجلاس تريف نخليه شويه فوالا فيه القارص نجم دبوزه تحطها مش كل يوم كل يوم نظر نصور يضر الصحه كل يوم اما نصوروا ماتين في الجمعه كي تعمل كلي بول بالله تحط برشا نعناع تحط برشا قارص كعبه كيوي ولا كعبه خوخ وتحط حتى ماء عادي كان ماكش اوغاز تحط ماء عادي عايشك شيف اسماء ميرسي يعطيك الصحه مدام برقاوي خليك ميرسي عجبها الديكور مدام برقاوي والجو زاده نشكرك برشا سما نلتقيو ان شاء الله نهار الاربعاء الجاي باذن الله الاربعاء الجاي باش نحكيو ان شاء الله من توا حاضر الحلقه بحول الله السميع العليم باش نحكيو على السياحه موضوع السياحه السنه في لي كونترانت الموجوده هذيا على السياحه الداخليه وان شاء الله عندنا ضيف من طراز رفيع جدا باذن الله ان شاء الله حلقه باهيه كالعاده نشكركم شكرا لكم قبل ما نختم زيده نحب نشكر شركائنا حنان عبايه كوتور على عبايتي كالعاده ونحب نحييها ونتمناو لها التوفيق واللي موجوده حاليا في معرض الدولي بيجابس اذا كان تحبوا تمشيوا وتعملوا طله تشوفوا شنو عندها عندها كوليكسيون مزيانه ياسر شكرا حنان عبايه كوتور لي اكسسوار نتاعي فغما بيل المكياج زميلتي ريم حمدي وتفضل شيفه نحب نسلم سبيسيال على خط عمره بن حميده في المرسى ديما تبع فينا وفقدتني خاطر ما جيتش وي ام سني فوالا يعطيها الصحه سلموا عليها لا بلبل خالتي اي شكون اخر مدام لا اهلا وسهلا بك كل يوم ما تكلمتش في التليفون ما عملت شيء ونسلم على بناتي الكل وعلى عائلتي ككل يعيشك ميرسي مدام زينب يعطيكم الصحة ما زلت برشا مفاجآت بإذن الله تلقاونا كل نهار اثنين واربعة وجمعة معي أنا عفيفة بوكيل جويدة زميلي فادي حمزة يجيكم ثلاث وخميس عفيفة بوكيل جويدة نحييكم نقول لكم في أمان الله